هلا نحن فتنا على الكنيسة سيدة أنوبين وفيها الجدارية الرائعة يلي من أيام البطرك الدويهي. بدنا نشرح نحن وياك شار للمشاهدين شو بتمثل هيدي الجدارية. هي المعلم الفني الأساسي بكنيسة سيدة أنوبين، بتعود لنهاية فترة بطريركية الدويهي سنة 1702. بيطلب من راهب ماروني من قبرص اسمه الراهب بطرس يجي يرسمها. هي هالجدارية بقلبها في تمازج عدة تأثيرات فنية، فيها تأثير من روما، ما ننسى البطرك الدويهي درس بروما، وفيها تأثير الموارنة ورتو تأثيرات من الفن السرياني والفن البيزنطي، فمنشوفهم ممزوجين كلهم مع بعض. هي بتمثل تتويج العذراء ولكن فوق غابة أرز لبنان، بحيط بمذبح بالنص عليه حمل الله البطاركة اللي سكنوا سيدة أنوبين، مرقمين بالأحرف السريانية وأساميهم محطوطة تحت، وفوق منشوف الثالوث عم بيتوج العذراء مريم، وبالكرشونة مكتوب هلمي من لبنان يا عروسة فتكللين، مأخوذة من نشيد الأناشيد العتمامي. طيب هون هيدي الصورة مش هي صورة البطرك الدويهي؟ يعتقد أنه هو الدويهي إلى جانب الأرز. هون الدويهي عم بيعطي الموارنة رمز، وعم بيعطي المنطقة اللي هو جاي منها جبل لبنان رمز، فعم بيخاطب بنفس وقت هون كنيسة روما البابوية اللي بتعرف أنه هيدا الأرز بالكتاب المقدس مربوط بجبل لبنان سيدروس ليباني، وعم بيخاطب الموارنة وعم بيعطيهم رمز. هون منشوف لأول مرة استخدام الأرزة برسم فني موجودة بالنصوص، وموجودة بالنصوص عند الموارنة، ولكن هلأ عم تطلع من النصوص وعم بتصير جزء من الفن تبعهم، وبدها تكفي مسارها لتطلع من هالفن وتصير على العلم. يعني تقريباً ببداية القرن العشرين وقت اللي اجوا الفرنسيين حطوه على العلم الفرنسي أولاً للأرزة، صحيح، بس اللي أخذوا الفكرة من المحليين اللي هن صار هيدا الرمز تدريجياً من القرن الثامن عشر، ومن العهد القديم مربوط بهيدا المنطقة، ولكن بالقرن الثامن عشر مع الدويهي بلش ياخد بعد انه هيدا رمز لجبل لبنان وللموارنة ولاحقا رمز لبنان.